مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ولقائنا اليومي المتجدد دائما وزينه بطعم البيوت. النهارده الخميس، النهارده 1 اغسطس، شهر 8، دايما شهر الاجازات، شهر المصايف. يا رب كلنا نستمتع باجازاتنا وبالمصايف، ودايما يكون عندنا امل وطاقه ايجابيه باذن الله. برحب بزميلتي الجميله مروه، وكل سنه وانت طيبه يا مروه، ويا رب اجازه سعيده عليكي وعلينا جميعا باذن الله. برحب بيكي يا حنان، وان شاء الله شهر 8 يكون شهر خفيف علينا، لان درجات الحراره مرتفعه، لكن بنحاول اننا ننطلق الى الاماكن اللي ممكن يكون الجو فيها مناسب اكتر. بنحاول كمان اننا نتجنب اشعه الشمس المباشره علشان نقدر نكمل مع شهر 8 ان شاء الله يعدي على خير. النهارده مختارين لحضراتكم مجموعه من الفقرات، البدايه دايما مع زينه ومع حنان. عندك ايه؟ اول فقره يا مروه فقره مهمه جدا، وبنتكلم فيها عن التربيه. بالتاكيد كلنا عايزين نربي اولادنا دايما احسن تربيه، كلنا بنتمنى ان احنا نوصل لمرحله التربيه الايجابيه. النهارده ومن خلال فقره انا وطفلي هنتكلم عن كيفيه تربيه الطفل القيادي، ازاي يكون عندنا طفل شخصيته قويه، عنده ثقه بنفسه، قادر على اتخاذ القرار، ولكن طبعا بالطريقه السليمه والطريقه الصحيحه، ازاي يقدر ان هو يواجه مشاكله، ازاي يقدر يكون طفل يتحمل المسؤوليه. كل ده هنعرفه، وهنعرف ازاي نتعامل مع هذا الطفل، لان احنا بالتاكيد محتاجين برضو ان احنا نوجهه، لانه ده طفل ممكن يتصرف تصرفات خاطئه. فالمعادله الصعبه ما بين التوجيه وما بين الحريه علشان فعلا يكون طفل قيادي ويتحمل المسؤوليه. انا وطفلي فقره جميله وفقره مهمه ان شاء الله تنال اعجابكم. ايه رايك يا مروه؟ طبعا فقره مهمه جدا واساسيه الحقيقه. احنا عندنا في طعم البيوت هتقضي فين الويك اند؟ هنحاول من خلال لقائنا الاول اننا نقدم لحضراتكم مجموعه من الارشادات اللي ممكن اننا نستخدمها علشان نقضي عطله نهايه الاسبوع بشكل مناسب، طبعا حسب ميزانيه كل اسره، لكن في اماكن كتير ممكن اننا نروحها في الاجازه الصيفيه وفي عطله نهايه الاسبوع وتكون قريبه وكمان تكون تكلفتها مش عاليه. هنحاول من خلال لقائنا الاول نقول لحضراتكم تروحوا فين في الويك اند. عندك ايه تاني يا حنان؟ عندنا رياضه بقى يا مروه، يعني مش عايزين ننسى ابدا الرياضه واهميتها في حياتنا في جميع المراحل العمريه، بدايه من مرحله الطفوله، مرورا بمرحله المراهقه، الشباب، حتى المراحل المتقدمه في العمر، مهم جدا ممارسه الرياضه. هنخلي الرياضه اسلوب حياه. هنتكلم النهارده عن اليوجا، واليوجا نوع من انواع الرياضه، المهم جدا فيها تامل، فيها هدوء. يعني اليوجا الحقيقه رياضه يمكن ليها طبع خاص شويه. طيب ازاي ممارسة رياضة اليوجا تحديدا؟ ازاي ممكن تساعدنا في الرشاقة؟ ازاي ممكن تساعدنا في اكتساب الحالة النفسية الهادئة؟ ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا، والرياضة اسلوب حياة. احنا فقرتنا التانية في طعم البيوت مرتبطة تماما بالفقرة الاولى، يعني في الفقرة الاولى هنقول لكم تروحوا فين. الفقرة التانية بقى هنتكلم عن الاجازة، ولما نستمتع بالاجازة نقضيها ازاي بدون مشاكل اسرية. يعني خلاص حددنا المكان وهنروح المكان عشان نقضي اجازتنا، مهم جدا ان يكون في تفاهم، يكون في تنسيق ما بين الاب والام وافراد الاسرة الاطفال علشان يستمتعوا بالاجازة بدون اي مشاكل ولا اي معوقات. ده هيكون موضوع فقرتنا التانية في طعم البيوت. وبكده نكون استعرضنا مع حضراتكم فقرات برنامجنا، عناوين رئيسية، لكن هنخرج لفاصل ونرجع نبدأ بالتفاصيل. مشاهدينا بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم فقرتنا وأنا وطفلي. الحقيقة بنقول التربية مسؤولية، مسؤولية كبيرة جدا ومسؤولية مهمة جدا بتقع دائما على عاتق الأب والأم. عايزين دايما نربي أولادنا أحسن تربية، ولكن للأسف أحيانا بنقع في أخطاء بالتأكيد بدون قصد طبعا في تربية أولادنا. النهاردة هنتكلم تحديدا عن تربية الطفل القيادي. هل الطفل القيادي ده يعني بيكون قيادي
وراثي مثلا، هل الموضوع في جانب وراثي نقول اصل بابا كان قيادي، جده كان قيادي، ولا القياده دي ممكن احنا نربيها في اولادنا، ممكن نعلمها لهم؟ طب ونعلمها لهم ازاي؟ ايه الفرق ما بين القياده انه يكون طفل قيادي او ان هو يكون طفل عادي زي باقي الاطفال يعني؟ وازاي انا اعرف ان طفلي عنده يعني مهارات معينه او عنده صفات معينه ممكن اخلي منه طفل قيادي وفي المستقبل طبعا يكون شخصيه قياديه ناجحه في حياته باذن الله. في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الاستاذه الدكتوره سهير التوني، استاذ علم النفس الاكلينيكي. اهلا بحضرتك معانا دكتوره سهير، شرفتينا ونورتينا. اهلا بحضرتك واهلا بكل فريق البرنامج. زي ما حضرتك سمعتيني يا دكتوره، الطفل القيادي، الطفل القيادي ده موضوع مهم جدا، ويمكن كل ام بتتمنى ان هي تشوف اولادها يعني شخصيات قياديه. عايزين نعرف كده في البدايه بتعريف كده مبسط جدا، يعني ايه قياده؟ القياده هي مهاره هي التاثير في الناس وحسهم على العمل بحماس لتحقيق اهداف محدده، ويكون تمام. اللي بياخد الناس دول شخصيه متميزه، يعني يجدد بثقتهم. وبعدين هو بيبقى عامل زي المغناطيس كده، يعني هو مش بيوجه، هو بتلاقي الناس كلها ماشيه وراه بتعمل معاه وهي مش القائد ده هو اللي هياخدني في مكان انا ما اعرفش اروح فيه لوحدي الا لما هو يكون معايا، هو اللي بيدخلني مكان ويخليني على المبادره دي. فهو حد كده مش بيفرض نفسه، هو بتلاقي الناس اوتوماتيك هي ماشيه وراه بسبب شخصيته، لان فيها شويه مميزات كده وشويه حاجات بتبقى موجوده فيه فبتجذب الناس ليه، عامل زي كده المغناطيس، فتلاقي الناس بتنجذب عليه لوحدها سواء طفل او شخص كبير. زي ما بنقول كده كاريزما يا دكتوره، يعني بنقول ليه كاريزما معينه او ليه جاذبيه معينه. بس اكيد الناس برضو بتمشي وراه نتيجه ثقتهم فيه. انا بقول لك هو لازم يكون هم جربوه في مواقف كتير قبل كده، لقوا ان هو انسان ناجح، انسان قادر على تحمل المسؤوليه. هو صح ولا هو إيه؟ طبعا هو في صفات كتيره بتبقى موجوده فيه. هو حد واثق من نفسه جدا، بيتعامل مع الفريق اللي معاه على انهم كلهم، وحتى طفل صغير على ان كلهم لازم ينجحوا زيه، مفيش نجاح لوحده، يعني مفيش انانيه عايز ينجح نفسه او يكتسب اللعبه لوحده لا ده هو عايز يلعب بالفريق اللي معاه وبيدعم ده وبيدعم ده، واثق من نفسه، ما بيقبلش يعني ما بيتضايقش لما حد بينتقده او حد يلوم عليه في حاجه، تلاقيه لا بياخد الموضوع بشكل تاني خالص وبرضه بيكمل في مشواره معاهم، فعشان كده هم حابينه، لان هو حد مش بيجي عليا، ده هو حد بيزقني قدام. صحيح صحيح. طيب نتكلم بقى على التربيه وعلى اطفالنا. الطفل دلوقتي التربيه بتبدا، يعني احنا من خلال لقاءاتنا قالوا التربيه بتبدا من هو كمان جنين في رحم الام، يعني بتبدا حالته النفسيه، بتبدا تواصل الام معاه، مرورا بقى طبعا بفتره بقى ما بعد الولاده، بيكبر الطفل شويه والرضاعه الطبيعيه، خطوات كتيره قوي قوي. امتى فعلا يعني اشعر ان طفلي عنده مهارات القياده، الطفل ده ممكن يبقى شخصيه قياديه في المستقبل؟ هو احنا طبعا 90% من الاطفال التربيه والشخصيه بتتكون من وهو عنده 5 سنين، 5 سنين الاولى، سنين الاولى دي ال5 سنين انت بتحطي فيهم البذور اللي هتطلع لك بعد كده السلوكيات، سواء سلوكيات ايجابيه او سلوكيات سلبيه حسب البذره اللي انت حطيتيها. نقول كمان لغايه سن 7 سنين. تمام. فالطفل هنا بيبان وان هو صغير، ممكن تلاقيه قاعد انت قاعده يعني كان في حد بيحكي ان هو كان قاعد في بيتجمعوا في بيت العيله، الاهل بقى ولاد الاخوات والاحفاد وكله موجود في البيت. فهو اكتشف ان ابنه لامم كل الولاد وهو اللي عمال يدير اللعبه وهما اللي عمال يوجههم، انت روح هنا وانت تعالى هنا، وكل الولاد ملمومين وراه، ولو هو مش موجود يلاقيهم يدوروا عليه مش عارفين يلعبوا من غيره، مش عارفين يتصرفوا من غيره. فبدا يبص ان الولد كده يعني شخصيته من الاول وهو لسه 3 سنين ده حد يعني بيدير الدنيا كلها وبيدير العيال دي ولاد البيت كله. فبدا يكتشف ان ابنه شخصيه قياديه. طب تمام. هو قيادي بالفطره؟ هي مش قصه فتره بقى، قصه ال5 سنين اللي هو حط فيهم البذره الاب والام لان اكتر ناس بتاثر في الطفل طبعا في الفتره دي الاب والام وبعدين الاقران اللي هم الاطفال اللي من سنه، الاصدقاء اللي من سنه. فهم عملوا ده لان هو شاف نماذج. دايما الطفل ما ينفعش تقولي له ما تعملش كده او اعمل كده، ممكن تبقي نموذج، يعني لو عايزاه يصلي كل ما الاذان ياذن صلي قدامه، هتلاقيه بيصلي اوتوماتيك، لكن قولي له صلي مش هيصلي. صحيح صحيح. مش عايز اوامر. ولو انت عايزه تديله معلومه مثلا، عايزه يخلي الطفل ياجل رغباته شويه، فانت ممكن يبقى عايز يشتري حاجات، فانت بتقولي له احنا مش معانا فلوس دلوقتي، خلينا بكره.
او خلينا بعده عشان احنا مش معانا فلوس دلوقتي. فانت كده بتعلميه اجل رغباته بطريقه ان انت ما بترفضيش ان هو يجيب بس بعد بكره هتجيبي لانك لازم تكوني صادقه. ينفعش ان انت الوعد مع الاطفال ده مهم جدا جدا بالزبط. لانه الوعد وتنفيذ العهود بيبني جسور الثقه بين الاب والام وبين الطفل. بالظبط. فانت لازم تكوني صادقه. لازم طب هنتكلم انا عايزه اطلع ابني قيادي اطلعه ازاي؟ ازاي؟ اولا لازم يبقى في حوار تناقشيه، ما تتعامليش معاه على انه طفل. لا ده هو كائن بيفكر وبيحس. صحيح. فتعاملي معاه بالحوار. تمام. لازم عنده ثقه بنفسه. طب الثقه بالنفس دي بتبدا من امتى؟ بتبدا من السنتين الاولى وهو لسه بيرضع. دي الثقه حتى كده بنقول للام من اول سنتين يا دكتوره. طب ازاي برضو ادينا امثله كده لان احنا متصورين اول سنتين ده بيبي بيرضع هو في ده. عالم روكسون عمل قسم الشخصيه كده في مراحل. اول مرحله الثقه بنفس اللي هي المرحله الفميه اللي هي مرحله الرضاعه. فبنقولها لو انت مش بترضعيه رضاعه طبيعيه وبترضعيه صناعي وانت شايلاه حطيه على صدرك وحطي الببرونه وهو على صدرك لان صدرك وحضنها لي هو ده اللي بيدي ثقه بالنفس، هو اللي بيديه قوه. ده من الاول. دي حاجه هرمونات سبحان الله. كان الطفل في حضانه وعشان المناعه تزيد بقى يجيبوا مامته تحضنه كل يوم يطلعوا لها من الحضانه تقعد ساعه حضناه عشان مناعته تزيد. فهي الثقه بالنفس دي حاجه بالفطره موجوده من الام في السنتين الاولى مع الطفل. تمام. بنبدا بقى ندعمها ونزودها لما بيكبر بقى ويبدا يمشي ويبدا يتحرك بندعمها. فاول حاجه الحوار، الثقه بالنفس، المبادره يعني دايما خليه بادر، دايما هو اللي يبدا، دايما هو اللي يبدا بالكلام، دايما هو اللي وكمان عنده حريه التعبير عن مشاعره. ما ينفعش لما يجي حد تجبريه ان هو لا لازم يسلم على ده ويحب ده، هو مش عايز. لان ممكن الشخص ده يكون هو طاقته مش جايه معاه، يكون هو قال كلمه وانت ما خدتيش بالك ضايقته فهو مش عايز. فما ينفعش تغصبيه ان هو يتعامل معاه مش عايز. لكن ممكن بقى يعني عشان ما تقوليش بقى الموقف وكده دخليه في الاوضه يلعب بلعبه وبلاش بلاش تخليه يعمل ده، بلاش الغصب ده سواء جديتا. طب ممكن مثلا اساله يا دكتوره طب انت متضايق من الشخص ده ليه؟ ده بعدين بقى بعد ما الشخص يمشي. ده بعدين انت اقعدي براحتك واعملي اللي انت عايزاه، ما احنا قلنا حوار. لكن في وقتها ما تعمليش كده لان ده بيأثر على ان هو ازاي ما يعبر عن مشاعره مش عارف. انت كبتي مشاعره فخليتيه بعد كده مش هيعرف يعبر عنها. وممكن تبقى حاجه بسيطه كده وانت مش واخده بالك تقولي انها سهله لكن هي بتأثر فيه. طب في طفل عن طفل يختلف ليه؟ لان الجهاز العصبي بتاعنا كلنا مختلفين. اكيد. فالكلمه بتدخل ليكي غير ما بتدخل عندي غير ما بتدخل عند تاني، نفس الحكايه الطفل تأثيرها في كل طفل غير الطفل التاني. بالظبط. طيب دكتوره سهير عشان وقتنا الوقت أتفضل. بيجري دايما الاوقات الحلوه بتجري بسرعه. ايه الاخطاء الشائعه اللي حضرتك بتشوفيها في المجتمع المصري واحنا بالتاكيد بدون قصد بالتاكيد الامهات والابهات ممكن يتصرفوا مع اولادهم تصرفات خاطئه تماما تؤدي الى خلق او نشأ جيل يعني غير قيادي بالمره، بالعكس ده احنا بنقتل فيه كمان بعض المهارات القياديه. ايه الاخطاء الشائعه اللي حضرتك بتشوفيها وتنبهي كل اصدقاء برنامج زينه اللي بيتابعونا دلوقتي؟ اول حاجه لازم يتحمل المسؤوليه معاكي. لازم يتحمل المسؤوليه معاكي في البيت. يعني انا بقول لامي بقول لها وليكن ان انت بتديله جزء من المصروف كده بتقولوا لي دي فلوس العيش خليها معاك عشان احنا كل يوم هناخد منك جزء نجيب بيه العيش. خلي بالك الفلوس لو ضاعت مش هنقدر نشتري عيش. فهو طول الوقت محافظ على الفلوس عشان هو مسؤول. مسؤول معاكي في تربيه الاطفال. ما تقوليلوش ان انت صغير ان هو ان كبر ودول اطفال، لا هو طفل زيهم بس انا مش قادره فانت ساعدني عشان مش قادره. فطول الوقت هو بيساعدك عشان انت ماما وبيساعدك واقف جنبك. دي حاجات اللي احنا بلاقي فيها اخطاء كتيره. برضو ان احنا بنفرض على الطفل حاجات لا ما تفرضيش عليه. ولما يغلط لازم تعاقبيه بان تحرميه من الحاجه اللي هو بيحبها من غير زعيق ومن غير ضرب ومن غير مشاكل. طب عمل حاجه حلوه لازم تكافئيه بحاجه يكون بيحبها. لو احنا فضلنا بالشكل ده ويبقى في حوار ولما يجي يشتكي دايما اقعدي انت خليه يطلع الحلول عشان هو اللي يحلها لازم. فما تسيبوش انت اللي عماله تديله، عمال هيتعود فمش عارف يفكر مش عارف يحل مشاكله لان اتعود ان ياخد منك الحل. فانت لازم تسيبيه هو اللي يفكر ويطلع حلول. ساعديه زي احنا لما في جلسه العلاج النفسي بنعمل ايه. انا مش بدي المريض حلول لكن بسيبه هو يطلعها ويختبر الحل المناسب ليه عشان هو اللي يقوم بيه، يبقى هو اللي اختار مش انا.
انا ساعدته ان يطلع حلول كتير. صحيح صحيح. طيب دكتوره سهير اسمحي لي هتوقف ثواني عند الجزئيه بتاع العقاب دي، لانها دي يعني مهمه جدا جدا. انواع العقاب والمراحل العمريه وازاي العقاب فعلا ياثر في نفسيته بشكل ايجابي، ما يبقاش عند نتيجه عقاب معين. هنوقف عند الجزئيه دي، هنطلع فاصل، هنشوف مع حضراتكم يعني هذا التقرير بعنوان اخلاقنا، ونرجع مره ثانيه ونواصل اللقاء. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، ومعروف دايما المجتمع المصري يا دكتورة شبابنا دايما عنده شهامة، يعني لما بيلاقي حد في أي موقف على طول بيبادر وبيصارع لإنقاذ أي حد حتى لو ما يعرفوش يعني. فيعني كل التحية للشباب المصري الجميل، واللي هنتكلم أكتر برضو علشان أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل زي ما بنقول. كل شعب ليه سماته كده. بنقف عند وقفنا عند كلمة العقاب يا دكتورة، يعني أحيانا بنخاف العقاب يتحول إلى نوع من يعني مش عايزة أقول القسوة، ولكن الحزم الصعب شوية على الولاد، فيبدأ الولاد يبقوا عناديين. في أمهات بتتشدد قوي في موضوع العقاب، وفي أمهات بتتساهل قوي وتتسامح بسرعة في موضوع العقاب. برضو سريعا، عقاب كل مرحلة عمرية إيه؟ خلينا نتكلم على الطفل مثلا 3 سنين، من 3 سنين لست سنين مثلا، ده العقاب البسيط بتاعه يكون إيه؟ إحنا العقاب هو عقاب في كل المراحل، والمكافأة هي المكافأة في كل المراحل. طبعا بتختلف نوعيتها، بس نوعيتها حسب لان انا طفل مثلا 3 سنين الشوكولاتايه غير طفل 12 سنه. فهي بس لان انت دايما بتعرفي ابنك بيحب ايه وبتكتبيه في ورقه، ومش بيحب ايه انت عارفه بيحب ايه وحطاهم بالترتيب. عشان لما تيجي تعاقبيه انت في عمل حاجه فانت عاقبتيه ان انت قلت له بص الشوكولاته، وليكن الشوكولاته انا كنت هديها لك وجايبها لك، بس انت مش هتاخدها عشان انت عملته دلوقتي، وهتسيبيها هتسيبيها دي قد ايه؟ يومين، 48 ساعة. مش هياخدها، ولا تيتا تديها له، ولا مخلوق يديها له. طب انا طول الوقت هفضل اعاقب كده؟ لا، لان هيكرهك. طب هعمل ايه؟ هتلك رميت منديل في الارض وهو جابه. حبيبي انت برافو عليك شاطر، اديله شوكولاته؟ لا مش هديله شوكولاته، هديله حاجه من القايمه اللي عندي. هديله ايه؟ هديله لبان مثلا، انت كاتبه لبان، او هقول له هوديك عند تيتا عشان اللي انت عملته ده جميل قوي. فانت بتعاقبي وبتكافئي، فانت مش طول الوقت بتعاقبي. وبعدين ما ينفعش ان انت طول الوقت تسيبي كل حاجه كده، ما يبقاش في عقاب خالص، لان ده هيبقى طفل اناني ومش هيتحمل مسؤوليه. وبعد كده لما هيكبر ويخش في المراهقه هتلاقي اضطرابات في شخصيته ومشاكل كتير بسبب السايب اللي انت صحيح بيه. صحيح، هيبقى عايز كل حاجه، عايز كل حاجه. طيب الاعتذار، يعني هل الام تقبل الاعتذار تتسامح بسرعه، ولا برضو اوقات بيجي يعتذر ويحس ان هو غلط يعني، فبيبقى القلب الام ضعيف شويه؟ هو الطفل اصلا بيبقى جايب اخر الام، جايب اخرك، بيقعد يزن 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 انك مش هتستحملي الذن عشان تحققي اللي هو عايزه. هو عارف. فهو ما ينفعش ترجعي في كلامك ولا اعتذار طالما قلتي ان انا ده كنت هديهولك. طب اعتذر يا دكتوره وعارف غلط؟ لا خلاص، ما انا هكافئه في حاجه ثانيه. لكن انا مش هرجع العقاب اللي انا عاقبته له ان انا ارجعهوله. ما ينفعش كده، بوظتي تعديل السلوك. فهو انا هكافئه في حاجات ثانيه هتخليه. فالعقل دايما بيربط ما بين السلوك الايجابي اللي انا خدت عليه مكافاه والسلوك السلبي اللي انا اتعاقبت عليه. هو طول الوقت التجارب دي اتعملت على الكلاب. فماشيه مع فبالك مع البني ادمين. عشان كده ما ينفعش ترجعي. هو اعتذر لك، خلاص انت اعتذرت، وعشان انت اعتذرت وجميل هديله حاجه ثانيه غير اللي انا ايه شفتها. يعني ممكن نكافئ بس بطريقه ثانيه، لكن العقاب خلاص هو قائم. العقاب قائم وساري، لكن المكافاه تبقى من وجهه نظر حاجات ثانيه. المكافاه على الاعتذار بقى. طيب الطفل بقى القيادي المتميز بقى، يعني برضو ازاي ان انا ادعم الصفات او مهارات القياده اللي بتظهر على ابني؟ طالما اكتشفتي ان هو كده زي ما قلت لك، لازم يبقى في حوار، لازم يعبر عن نفسه، لازم يتحمل المسؤوليه، ما تخليه يشاركك في المسؤوليه. انت شايفاه كده، لازم يبقى في حوار في كل حاجه، لازم يحط حلول، لازم يبقى مثابر ان لما يعمل حاجه لا كمل، لازم يبقى مبادر. طيب اسمحي لي في النقطه دي، حتى لو قال رايي مثلا في جزء من الغلط او مش مظبوط قوي، هل ممكن ان انا يعني اعمل الراي بتاعه علشان يشوف في جزئيه مش مظبوطه؟ شفت احنا مشينا ولا رايك اهو، علشان نحسسه ان احنا احترمنا رايه او احترمنا كلامه، عشان نجرب. عشان نجرب. انت جربت كده كده، ما هو كل
دي التربيه الحديثه عشان تجرب. بص اللي انت اخترته واللي انت عملته كانت النتيجه ايه، فاحنا ايه هنشوف الحلول الثانيه. لازم لما تيجي عشان اعلمه واعوده ان انت قبل ما تدخل في خطوه لازم تبقى حاسبها كويس. هو اوتوماتيك الطفل القيادي ده بتلاقيه هو بيقودك انت. بتلاقي الام والاب ماشيين وراه لان هو من كتر ما هو كده فبيخليكي انت يعني مقتنعه بيه ومقتنعه بكل ارائه ومقتنعة، فهو بيشكك في كل حاجه مش بيسيبك، فهو حد يعني. ودايما الاجيال الحاليه دايما يقولوا ايه سيبونا نجرب يعني. احنا كاولياء امور من باب الحب ومن باب الحمايه نقول لا اوعى تعمل كده، ده الحاجه دي هتضرك. يقول لك لا سيبني اجرب، سيبني اغلط، سيبني مش هيحصل حاجه يعني. فهم عايزين يجربوا ومش مفيش مانع ابدا ان هم يغلطوا او التجربه تفشل. فدي وجهه نظر الاجيال الحاليه. بالظبط. مش عارفه راي حضرتك ايه برضه. طبعا لازم تسيبيه يجرب ولازم يتعلم لان هو يعني الاجيال اختلفت. لكن انت طول الوقت وراه بتراقبي ومتابعه وبتشوفي وبتصححي وبتعدلي الوضع اللي خطا فيه وتحاولي تصلحي له، بس بتصلحي له من خلاله. مش انت اللي بتصلحي، انا بدي له الحلول وبخليه هو اللي يجرب ويحل. انت غلطتي في ده، طب نكمل في ده، طب اعمل ده. طيب. فلازم اخر نقطه يا دكتوره في دقيقه علشان وقتنا للاسف، برضو المقارنه ما بين التربيه القديمه، احنا تربينا كلنا تربيه يعني بيقال عليها قديمه. مش عارفه برضو ايه راي حضرتك ايه في هذا المصطلح. ازاي ناخد من التربية القديمة أو تربية الأجيال القديمة ناخد منها الكويس أو الجوانب الحلوة اللي فيها الثوابت، العادات، التقاليد الجميلة، وإزاي نطبقها بقى بشكل حديث على أولادنا؟ لأنه غلط إن احنا نربيهم زي ما احنا تربينا لأن الأمور كلها اختلفت، ولكن هناخد الحاجات الحلوة. الفنيات بتاعة تعديل السلوك اللي اتعملت جت منين؟ هم اخترعوها، هم جابوها من التربيه. شافوا نموذج وهو بيربي وبيعمل كده، فطلع ان النموذج ده واسلوبه ده حطوا له مسمى، وبقى ده مسمى لفنيه لتربيه ايجابيه، ولقوا بيعمل بطريقه سلبيه فقال لك ده تربيه خاطئه واسلوب خاطئ ما تعملهوش. فهي طلعت من اصل الانسان يعني. لان علم النفس كله جاي من الفرد ومن من 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 الشخص يعني. فحضرتك المفروض ان الطفل في الفتره اللي انا التربيه القديمه والحديثه هي ما اختلفتش كتير، بس احنا بنحدثها. ايوه. بنحدثها بايه؟ ان انا الطفل ما تقوليش لا، ما تضربيش. دايما يبقى في ثواب وعقاب. دايما يبقى في نموذج، لان الطفل ده عامل زي السفنجه، حطيه في بيئه فيها عسل هيشرب عسل، بقى فيها ملح هيشرب ملح. صحيح. يعني بالكلمات الجميله البسيطه دي طبعا ده موضوع مهم، واكيد حضرتك هتتشرفينا مرات ثانيه لانه الموضوع محتاج ساعات وساعات، ولكن زي ما قلنا النموذج والقدوه والبيئه المناسبه هي اللي بالتاكيد بتؤثر على الطفل. دكتوره سهير التوني شرفتينا ونورتينا على هذا اللقاء القيم. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. مشاهدينا هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية مستمرين مع حضراتكم، والفقرة القادمة هنقول الرياضة أسلوب حياة وهنتكلم عن رياضة اليوغا.